شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله الكل بخير وعافية. حبيت أصوركم جنرال يورين تغيير شوية، مو كل معلومات فقط. مو طبعا هذا صورته حتى يعني خصوصا الطلاب يشوفون الميوكاس اللي يظهر بالإدرار، يشوفون هاي الصورة المضببة، فضلا عن وجود الإبيثيليال هذه الخلايا يعني. لكن حبيت أصوركم الميوكاس. هسه سويت لكم زوم. ليش سويت لكم زوم؟ حتى تشوفون هذه المايكرو أورجانيزم العصبية الموجودة. أكو بكتيريا طبعا، موجودة بكتيريا. هسه نحرك لكم الستيج، تشوفون الصورة شلون مضببة. مع العلم موجود أيضا الباص، الخلايا الجراحة. صورة حلوة. هذا هو شوفوا الميوكاس، يعني هذا واحد من أشكال الميوكاس اللي يظهر تحت المجهر بالإدرار، صورة مضببة. هذه الهيئة تشوفوها طبعا، هذا على كل الفيلد هو هذا موجود مخاط، وتقدرون حتى بهذا الشكل أن تشوفوه بعيونكم من تفرغون قطعة الراسب على المجهر، تقدرون تشوفوها. شوفوها القطرة الراسب قبل ما تضيفوها على السلايد، شوفوها قطرة لزجة حتى مو بسهولة تنزل على السلايد. اوكي، واتمنى لكم صحة وعافية. استاذ علي يحيى.